هذه الصورة الغريبة هي صورة حقيقية لشخصين حقيقيين عاشا في دمشق قبل 130 عام، وتم التقاط الصورة في عام 1889، والرجل بالخلف قزم مسيحي مصاب بالشلل اسمه سمير، ويحمله على ظهره رجل مسلم اسمه محمد، وكان القزم يعتمد على محمد في تنقلاته عبر المدينة، بينما كان محمد يعتمد على سمير في إرشاده أثناء السير وتحذيره من الحفر والعوائق المختلفة. وكان كلاهما يتيمين بلا أب أو أم، ويعملان معا ويسكنان معا، كانا بمثابة شخصين في جسد واحد. خلال ثمانينيات القرن الماضي، قامت سلسلة المطاعم الأمريكية A&W بإدراج نوع برجر جديد يحتوي على 1/3 باوند من اللحم لمنافسة البرجر الذي تصنعه مطاعم ماكدونالد. وكان البرجر الجديد سعره أرخص، ولكن الحملة فشلت لأن أغلب الأمريكيين اعتقدوا أن 1/4 باوند أكبر من 1/3 باوند. تزداد حالات الحمل وولادة الأطفال الذكور تحديداً خلال فترات الحروب والمجاعات والأزمات البشرية الكبرى، ويحدث ذلك في جميع المجتمعات البشرية، ويسمي علماء الاجتماع هذه الظاهرة بتأثير الجندي العائد Returning Soldier Effect. وحتى الآن لا يجد العلماء أي سبب مباشر لهذه الظاهرة، ولكنها بالتأكيد تحفظ الجنس البشري من الانقراض. القائد العسكري الصيني تشو كول يانغ كان عليه الدفاع عن مدينته بصحبة 100 جندي فقط أمام جيش مكون من 150,000 جندي. أمر ليانغ جنوده بالاختباء وفتح أبواب الحصن، وجلس على سور الحصن يعزف العود ويغني. القائد الآخر الذي كان يهاجم القرية اعتقد أن هناك فخا كبيرا، فأمر رجاله بالانسحاب. عرفت هذه الخطة عسكريا باستراتيجية القلعة الفارغة Empty Force Strategy. طالما هناك مساحة في السيارة، السيارات الحكومية في كوبا بما فيها سيارات الشرطة مجبرة على ما يعرف بال Head Checking، وهو التقاط المواطنين الذين يرغبون في وسيلة نقل من على الطرق ونقلهم مجانا، ولا يحق لأي ضابط شرطة أو مالك سيارة حكومية رفض طلب مواطن بتوصيله طالما كان هناك لديه محتوى فارغ بالسيارة. سكان بلدة تشيرشل في شمال كندا يتركون سياراتهم غير مغلقة وجاهزة للانطلاق دائما لتوفير وسيلة هروب لأي إنسان من هجوم الدبب القطبية التي تتواجد بكثرة في البلدة. الجدير بالذكر أن البلدة تمتلك سجنا مخصصا للدبب القطبية، وفيه يتم احتجاز الدببة التي تقترب من البلدة بسبب ذوبان مياه الخليج التي تقع عليها البلدة في بعض أوقات السنة، ثم يتم إطلاقها للبرية مرة أخرى عند تجمد الخليج. نظرا للتلوث الكبير الذي تعاني منه الصين، ظهرت شخصية كرتونية باسم بوبو تتغير ملامحها تبعا لجودة الهواء، فهي سعيدة في حالة عدم وجود تلوث، وباكية في حالة التلوث الشديد للجو، ويحرص الجميع على مشاهدتها كل يوم. والغريب أن هذه الشخصية الكرتونية أصبحت تمثل هوسا لدى الصينيين، وأصبح الجميع يبذلون الجهد لرؤيتها سعيدة مبتسمة طوال الوقت، لتكون بذلك إحدى أنجح حملات التوعية لحماية البيئة في العالم.